مبسوط جدا وقلقان جدا من كل الناس اللي موجوده دي، مبسوط قوي طبعا بحضوركم. الله يخليك. ده شرف ليا كبير والله، وجودكم شرف ليا كبير. وطبعا بشكر معالي وزيره الثقافه الدكتوره ايناس عبدايم الفنانه العالميه ديت، يعني على استضافتي لاول مره في حياتي في القلعه، ودي حاجه طبعا شرف ليا كبير. وبشكر الدكتور مجدي صابر طبعا على اتاحه الفرصه ديت يعني. ويا رب ان شاء الله اللي احنا بنقدمه يعجبكم. كل سنة وحضراتكم طيبين. الله يخليك. والله مبسوط جدا. وطبعا أنا مبسوط جدا جدا إن دكتور هاني يعني الممثل المعروف يعني طبعا موجود معانا هنا النهارده إن شاء الله. يعني أنا مبسوط جدا إن حضرتك موجود يعني. أنا عايز أسمع له سقفة بصراحة. الراجل ده من إيه؟ ناس التقال قوي. نورتنا يا دكتور.
ألف نار للساعة وكنت فين يا حاضر عايز حاضر حاضر عم غريب يلا عم غريب عم غريب ايش بتقول ايه لا دخلناش بقى وغيابك طالبه كله ان شاء الله يا رب بس اللي احنا بنقدمه يعجبكم انتم منورينا يا جماعه في اي طلب هتطلبوه فوق دماغي يعني الله يخليك عم غريب I'm breaking down.
هيرجع في ثواني يطير. عم غريب عم غريب ده أبويا وجدي، عم غريب واقف عليك الصبر معلم في قلوبه مليون خط بمليون نور. وقت الشدة يشوفهم سد ولا شافوه أبدا من حد، ولما الدنيا بتقسى عليك واقفين دايما زي الأسد. عم غريب واخد الدنيا زي ما تجيب، ولا ماسك فيها ولا مدبب، وتشوفه يضحك وينكد ويقول لها أمرك ده عجيب. خلينا بقى في سيدنا النبي بقى، يلا ونطق الدوام
وقالت حمل برسول الله صلى الله عليه وسلم ورب الكعبة ورب الكعبة فهو إمام الدنيا وسراج الأنام. صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. وعيني لغير جمالكم تنظر عيني لغير جمالكم لا تنظر وسواكم في خاطري لا يخطر وسواكم في خاطري لا يخطر عيني لغير جمالكم لا تنظر عيني لغير جمالكم لا تنظر وسواكم في خاطري لا يخطر وسواكم في خاطري لا يخطر عيني لغير جمالكم لا تنظر عيني لغير جمالكم لا تنظر وسواكم في خاطري لا يخطر وسواكم في خاطري لا يخطر يا سادات قلبي بهم متعلق يا سادات قلبي بهم متعلق أبدا وعنكم ساعة لا أصبر أبدا وعنكم ساعة لا 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 أبدا قلبي بهم رب تكونوا مبسوطين معانا. شجعوني. Thank you.
ببريدك بدي وصالك للترويج لرسايلك ببريدك لتموت بيك أفوق العين قصرت ود العاشق فان واطلب قصرة عين للغاية معقول أنا يا حنين هتغنوا معايا بتناديني تاني ليه؟ لا مش مصدق بصراحة. هتغنوا معايا ها عشان نخلص بس الأمور تبقى واضحة. يلا ادينا الطبق. ناديني تاني ليه؟ انت عايز مني ايه؟ بتناديني تاني ليه؟ انت عايز مني ايه؟ ما انت خلاص ايوه عبدتني مطروح اللي بالراحة يا جماعة عشان تسمعوا تاني وبتناديني وبتناديني تاني ليه انت عايزه مني ايه ما انت خلاص عبيتي ما انت خلاص عبيتي بتروحي للي حبيتي بتروحي
لزغ غدرك والقاسية ولا حبي تاني بنسى غيرك وناسي ولا حبي ولا الغريب اللي بكت علي ولا الغريب اللي بكت علي هنبهدل في بعض ليه غادرك سلام يا مصر حلاوة يا حلاوة الله والله يا جمهور عسل مصر ام الدنيا ولا الغريب اللي بكت يا علي ولا الغريب اللي بكت يا علي وهنبهدل في بعض ليه الله عليكم جبل لي وسلم عليك يا ولدي
والله مصر ام الدنيا والله، الفن كله عندنا، الفن كله هنا. عايز اقول لكم كلام كتير والله جوه قلبي، بس يعني اغني بقى احسن. هي في اغنيه طلبت مني، هي انا بحب اصلا التراث الجزائري جدا، وفي اغنيه اسمها وهران للشاب خالد. والله بجد، بس خد بالكم دي ما بتغناش لوحدي على فكره، ده انتوا بتسقفوا معايا فيها. تمام، موافقين ولا ايه؟ ولا نلغي الاغنيه دي؟ لا عايز اسمع. موافقين؟ موافقين؟ يلا بينا. السلام عليكم. Yeah.
سلام يا حبيبي. يا فرحي على اولاد الحمري ولاد النيل زيد الهواري، ويا فرح على اولاد الحمري ولاد النيل زيد الهواري. كل مصر عندها تيمبو، يعني بصراحة الشعب المصري كله عنده تيمبو مظبوط، بيسمع صح جدا بصراحة. سقفة ليكوا بقى، سقفوا لنفسكم. الحمد لله.
الجبل كان مال، الصاحب عملني جمل وانطر عمل جمال، لقف قصاده يشيلني تقيل الاحمال، ده مش شرق الغرب لفتها يمين وشمال، وبين مدينة وبلد عدت بحور وجبال، ومشيت حافي بالقدم عالشوق ودوست رمال، ولما طلب المطر والحمل مني مال، سمعت صوت نادى علي وقال علشان تصون غربتك في غربتك يا غريب، خلي الأدب رسمال علمي 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 علمي، جاهل ونقصك علام والجاهل يعلمني كبرك على الناس، كبرك على الناس، مرض حساس ملوش حدود والطب موجود، لكن حق الدواء على حد سمع أغنية ما تدمعيش يا مايا في الاختيار؟ ها؟ فاكرينها؟ طيب ما تدمعيش. متدمعيش يا مايا مت عشان اعيش، متدمعيش يا مايا مت عشان اعيش، وحكي يما في يوم تقني وتزعلي، في العساكر جندي جندي واسألي وعاكي، وعاكي يما في يوم تقني وتزعلي، في العساكر جندي جندي واسألي، ابني مات حس بقهرك، ابني مات 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 حس بقهرك، لا ابنك بطل مهما حصل، ما تدمعيش يا مايا مت عشان عشان اعيش، انا عارف انك واقفه،
عارف انك واقفة عقدك للزمن، الظلم منهم واحنا دافعين الثمن. الله عالم من شايلها في المحن، ومن كفيف ومن ضرير، رغم البصر بضمير. مفيش ما تدمعيش ما تدمعيش ما تدمعيش ما تدمعيش يا ما يا مد عشان عشان سمعت أغنية افرح لما أحمد سعد؟ افرح ودوق طعم الحياة وشوف الحلو اللي فيها، انسى الهموم في الحب وحب معانيها. افرح ودوق طعم الحياة يا خبر ابيض يا راجل يا طيب. الفرقه ما عملتش عليها برو، دي مشكله كبيره دي. حاضر حاضر هذا الدرب شكلي هتعور. رفاق الصبر في حب القضاء، هل انا من منصفين يجنوا الخبر. انتوا سميعه قوي. Ah!
Thank you.
الحمير. رفع السماء بنعما إلهي تعالى مقتضى رفعنا على ما جرى يا ويح قلبي بما جرى لي صابر على سراك
بشكركم جدا جدا جدا، كنت مبسوط ان انا معاكم، شرف كبير ليا احضركم يعني، ولسانه حضراتكم طيبين.